وقت الم... ر... فهد جالس ارسم دقيقة. طب كذا ما يمسه. طيب. عجينة تسوي دائرية. تحط سمبوس تحط الحشوة. تقلب العجينة عليها تقصها بكذا شو يسمونها ذي؟ الأشكال حقتها. تكمشها كذا تلصق ببعض تحطها في الفرن. ما تعتبر سمبوس. ايش تعتبر؟ فطاير. صح فطاير سمبوس. ايه صح كذا صح. في مدينة النخيل الورود اثري صحيح. من يذكرها؟ من يذكر مدينة النخيل؟ في مدينة النخيل الورود وانتقلت. والله ابو سحاب ها ما اعرف الا محطة النخيل طال عمرك. محطة النخيل اللي على الطريق السريع. اوه خضراء. اللي معلزينه. ها قفلوها. الفراوي و والله لها ايام. سحاب كل شيء متفرن. خصوصا احنا يا اهل الديار ذيك. هذيك ترى تعتبر من من اعظم المولات. اي والله. من اول فاصل الاعلان لحق معزين الزمن. سلامتك 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 نود لك سلامتك لانك الانسان تعمر الاوطان نود لك سلامتك. ايش في سلامتك؟ دمتم سالمين تعود وضرسك ممتاز. شرطه نحن ابطال الشرطه اكاديميات الشرطه الكابتن رابح الكابتن رابح عاد اليكم من جديد. احب ماجد عندي بلاء ماجد ما تابع غيره. من كان خصم ماجد اللي دول رعد رعد ايه وبسام. لا ما رعد لا رعد الحارس معه. لا ما رعد يا حبيبي بسام وحارس بسام. رعد وماجد حارس وليد حارس ماجد رعد وليد بسام اللي كان شعره فهد. انا احس وليد رعد وليد ما كنت شعره معنا وليد ايش لاذك انا وانت زايد بسام اللي شعره فهد. الله يا وليد ذيك كيف اثر فيني قال كذا طويل وليد اثر فيني. انا وانت محاوره كنت اود اسوي منه يعني بمن حقي كذا اي باسل اي وبروح اضرب كل عرض وارجع مره. هذه اصعب مهمه حراس العالم. فهد كذا فهد ها تدري اللي قبل كنت اتذكر الدور في شغل محاوره ما شفته وين راجع وين راجع اي الكوره سوى زي كذا ترى صارت معنا ذي صارت. شوف في مدارس كلنا جبس زايد حاس كيف سويت فاتح وجهه اي ويتحرك يا شباب ها طيب ازاي شاي الشاي على الغاز؟ هذا من يذكر الموقف هذا ركز يا ابو سعيد ركز يا فهد.